امشي تعشرب. وينك عمتي؟ ايه جايه بنتي. خي انتي شو عم تعملي؟ شو هذا يا حبيبتي؟ لحظه بنتي احكي انتي شو عم تعملي؟ بنتي شو بك؟ قعدي هون بنتي، ارتاحي، حطي رجلك هون. بنتي فهميني انتي شو عم تعملي؟ رح تستخدميها لحتى تقطعي الخضره. لازم تقعدي وترتاحي بقى مثل الملكه، والشغل عليها بسيط. انتي بس ضلك عم تحركي رجليك، بس اطمني ما رح تتعبك ابدا. لحظة، نحن ما لنا مستعجلين ابدا، اشتغلي على مهلك عمتي، ما حدا لاحقك بعصاية. القصة بسيطة، يلا، واحد، اثنين، جبتلك ياها مشان ما تحني ظهرك وانتي عم تشتغلي، وهيك رح ترتاحي أكثر من قبل. حابة اني حسسك كمان اني لساتني هون، حتى لو انا تزوجت وبعدت عنك. انتي رح تتزوجي خلال اسبوع وتتركيني؟ انا كيف بدي اتحمل غيابك عني؟ احبسيني بصندوق، لانه انا كمان ما فيني على غيابك. ليكي بارو، إذا أنت ما بدك تروحي خلص أنا بروح عنك. مو أنا رفيقتك كتير وبتعتبريني مثل أختك؟ معناته بقدر أخذ مكانك كمان. عيب عليكي، ما بيصير تحكي هيك. لا عمتي صدقيني أنا عم بمزح. يلا بارو تعالي معي، بدنا نروح لعند كسري رام مشان نجيب فستان العرس. يلا. لا لا ما بدي إجي. شو بك بارو؟ انتي قضيتي مع عمتك وقت طويل كتير، وانا كمان رفيقتك ولازم تعطيني شوي من وقتك قبل ما تتجوزي. رجاءا خلينا ننبسط بالوقت اللي ضل. ما حدا بيعرف منا امتى رح نرجع نلتقي، يمكن القصة تاخد وقت طويل كتير. شو عم تحكي؟ يلا امشي. اليوم رح نشتري ثياب واساور وحلقات وحمرة كمان. وشو؟ وشو ما بيجي عبالك اختي، واصلا انا بعرف شو عم تفكري، عم تفكري تشتري تمر هندي. وبدي تمر هندي مالح كمان. ايه رح نشتري من كل شيء. ظاهر انك صايرة شجاعة وما بتخافي من اي شيء. ايه انا بعد اسبوع رح اشتاق كتير للحرية اللي كنت عايشة فيها، ورح اشتاق للهوايات بهي الضيعة، رح اشتاق لكل شيء فيها. Thank you.
الأمور عم تمشي مثل ما بدنا، بس أنا ما بقدر أحكي لك كل شيء على التليفون، بس بدي إياك ترتاح وتنبسط لأني رتبت كل شيء. أنا هلأ جهزت مبلغ أكتر مما بتتصور. إيه طيب، حلو كتير. يلا وصل الأسلحة لكل الأراني، والناس رح يتقاتلوا مع بعضهم البعض. حاضر. وهلأ بدي إياك تسمعني منيح شو رح قلك. رح أبعت بنتين من ضيعتنا لعندك على المحل، لهيك بدي منك تبعت لي جزء من المبلغ معهم، بس انتبه منيح، ما بدي اياهم يحسوا على اي شيء، وما بدي حدا يحس عليهم كمان، فهمت؟ واذا صار اي شيء للمصاري وقتها بقيت لك، وانت بتعرف هالشيء. حاضر سموك، لا تقلق بنوب، لا تقلق. كيفك عمو؟ أهلا وسهلا فيكم. مرحبا عمو، نحنا بدنا فستان العرس، بعرف هالشي، متذكر أنا مجهز لك كل شي، تفضلي. بعرف إنه الأنسة بارفاتي رح تتزوج بعد أسبوع. مو معقول، ليش مين قالك كل هذا الشي؟ بعرف اللي صار، بعرف إنه هي اللي اختاروها لتكون العروس هاي السنة. طبعا أنا بعرف كل شي. كنت عم بمزح معكم، صدقوني كنت عم بمزح معكم، لأنه بصراحة سموه طلب مني ضبل له هدول الأغراض اللي بديها أحلى عروس. خديهم. إيش وكله ألماس؟ كأنه مبين عليه وزنه أتقل من وزن العروس نفسه، شو القصة؟ لا، في شغلات تانية غير الفستان، في غراض بقلب الكيس لسموه كمان، انتبه منيح، وصلي له ياهن. ماشي، امشي. طلعي بارو، شوفي هدول الأساور الملونين، بدك منهم؟ ألو، جماعة البي اس دي صاروا هون. قديش حقه؟ تفضلي، هاي هدية مني للعروس. يلا امشي بسرعة، ما بدي اياكم تتأخروا، لسه في عندكم شغل كتير كمان. يلا يلا. ايه لا، ما بيكفي عمو، لسه بدنا منك هدية تانية. لو سمحت بدنا من هدول الأساور. بندي عيب هيك، ما بيصير، يلا بلا ما نتأخر، خلينا نمشي. شكرا كتير عمو. يلا بسرعة بسرعة، روح روح روح. المسلحين هن اللي عملوا فيهم هيك. ايه اخي، هدول مجرمين دائما عم يهجموا ويقتلوا الناس الابرياء، شو بدنا نعمل؟ اهلا وسهلا، اهلا وسهلا. تفضل، بشو بقدر اخدمكم؟ المحل محلكم. اهلا وسهلا، اهلا وسهلا. يلا بارو، صدقني ما عندي عمله مزيفه. لك شبك، شو صار لك؟ نحن ما عم ندور على عمله مزيفه كيسري رام، اصلا نحن بنقدر نلاقيها لحالنا. وهلأ بدي تخبرني إذا في شي شغلة مخبية علينا وحابب إنك تحكي لنا إياها. لا سيدي، أنا ما بخبي شي أبداً. اللي أنت عم تحضر لشي؟ أو عم تحاول توصل شي للناس بطريقة غير قانونية؟ لا سيدي، أنا ما عندي الشجاعة لعمل شي غير قانوني بنوم. هدول البنات كانوا حاملين كيس تقيل، شو كان؟ هذا فستان العروس، مشان هيك تقيل شوي. من وين هن؟ من جايت، من بيربور، من بيربور. امشوا. هو بالأول كان بده يقول من جيثبور، الظاهر كان عم يحاول يضيعنا. خلينا نروح على جيثبور. يلا. أنا عملت جهدي لحتى ضيعهم بين جيثبور وبين بيربور. هدول البنات من بيربور لازم تلحقوهم. يلا بسرعة، أنتوا لازم تلحقوهم بسرعة وتاخذوا الشنطة منهم. اسمعني، ما ضل معنا وقت كتير، عم تفهم؟ وإذا ما قدرتوا تسيطروا عليهم تخلصوا منهم فورا، خذوا الشنطة بسرعة. يلا. كتير، يا ريت فيني غير رجلي.
وحط دواليب بداله. صارت الساعة 4، لازم نوصل على البيت قبل ما تعتم. يلا امشي. لا ما بقدر، ما عاد فيني امشي ابدا. لا تحكي هيك بندي، امشي خليني انا احمل عنك. امشي. شو بو هذا؟ ليش ماشي بسرعة؟ بيربور بيربور، رايحين على بيربور؟ ماشي اطلعوا. شبك بندي؟ هدول رجال غريبين. لحظة، الأنسة بارفاتي والأنسة بندي ما هيك؟ شو هاد مبين عليك ذكي كتير، فهمني شلون عرفتنا؟ أكيد أنت مبصر ما هيك؟ لا أبداً، أنت من بيربور بنت السيد كيسوري ما هيك؟ إيه بلا أنا، وأنت رايح على بيربور ما هيك؟ يعني فيك تاخذنا بطريقك لو سمحت؟ ايه طبعا، طلعوا طلعوا تفضلوا. يلا بارو، الشكر للقدير لانه استجاب لدعواتي وساعدنا، خلينا نطلع. انت جنيتي يعني؟ كيف رح نطلع مع رجال غرب ما بنعرفهم بلوم؟ لا اختي، هن ما لهم غرب، ما سمعتيهم طلعوا بيعرفوا ابي. يلا خلينا نطلع بسرعه. يلا يلا. الشنطة على جنب وقعدي مرتاحة، خدي راحتك واعتبري انه هذا المكان مكانك. لا هي هيك رح تكون مرتاحة، هي الشنطة غالية عليها كتير. شو ما سمعتي؟ عم يقلك حط الشنطة، حطيها. الأسوارة تبعي؟ خلاص هي هيك مرتاحة. انتي فهمي، حطي الشنطة على الأرض. بارو هاتي من إيدك. لك تركها، هاتي لهون. هذا فستان العرس تبعها. هاتي أخليك. بندي بندي بندي، لا وقفي هون وسكتي ولا كلمة، وألا بنرميكي مثل ما رميناها. طلع أخي ملياني. طيب هلأ شو بدنا نعمل فيها لهي؟ شوفوها قديش حلوة أخي، بتاخد العقل، لهيك ما رح نقدر نرميها، خليها بتسلينا. مبين عليها طيبة كتير مثل قطعة سكر. لا تحاولي تستعطفينا لأنه كل هذا الشيء ما رح يفيدك، وصدقيني ما حدا رح يجي لهون وينقذك من بين إيدينا. شكرا.
تروح. لمشاهدة المزيد من الحلقات يمكنكم الاشتراك في قناتنا وتفعيل الإشعارات لتكونوا أول من يشاهدها.